بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير بما تعملون خبير وتوكل على الله. جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا ما جعل اللہ ما جعل الله لرجل من قلبين لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم. دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. أدعياءكم أبناءكم. با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے. ابناءکم ذالکم
قولكم بأفواهكم ميم ساكن ہے اس کے اوپر غنہ کریں گے اور آواز جو ہے ناک کے اندر رکھیں گے مخفی قولكم بأفواهكم والله يقول الحق يقول الحق وهو يهدي السبيل يهدي السبيل صدق الله العظيم.